ان زي مثلا في الحوض بيبقى فيه ارتخاء في الاربطه عشان تساع الجنين، بيبقى فيه برضو زي تخزين للميه والملح في الانسجه المختلفه من الجسم. طبعا العين برضو بتتاثر بطريقه غير مباشره بهذه التغيرات، عشان كده مثلا بيكون فيه شويه زغلله بسيطه ممكن تحصل، لخبطه بسيطه في مقاس النضاره، عشان كده ما بنحبش مثلا ان احنا نغير نظاره كتير اثناء الحمل. زائد برضو ان بتبقى الام الحامل بيكون مثلا عندها شويه نقص في الحديد، انيميا، والحاجات دي برضو تعمل شويه زغلله وضعف في الاثار اثناء الحمل مع الاجهاد والسهر وكل الايه الاعراض اللي تبقى اثناء الحمل. برضو لازم بالنسبه للحامل، ودي بقى المشاكل المهمه جدا نتابعها مع زملائنا امراض النساء، هو مشكلة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، لأن بيبان عندنا بعض التغيرات في الشبكية، وفي بعض الحالات بيحصل لما يكون الضغط بيعلى ارتفاع مفاجئ بيحصل بعض الأنزفة والترشحات في العصب البصري والشبكية. برضو بالنسبة للسكر أثناء الحمل وتطوراته في الجسم بصفة عامة، برضو بيحصل تطورات سريعة جدا في الشبكية لو السكر ده مش متظبط مستواه في الدم. فمحتاجين بالنسبة للستات الحوامل ان هم دايما يتابعوا قاع العين، بالذات اللي هم عندهم مشاكل ضغط دم او مشاكل سكر، عشان نتلافى اي حاجة ممكن تؤدي الى عواقب وخيمة بعد حتى انتهاء الحمل. وان شاء الله نتمنى دايما ان اي حمل يخلص بسلام ونرزق بمواليد صحيحة وسليمة، سواء الأم أو الجنين يكون في صحة جيدة.